أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة، نبدأ معكم كعادتنا بأهم عناوينها. حريق جديد في معسكر صقر بعد ساعات من توجيه رئيس الوزراء بكشف ملابسات الحريق الأول. رئيس الوزراء يلغي موافقات الطيران الخاصة، والعمليات المشتركة تهدد من لا يخضع سيعتبر معاديا. سلسلة حرائق تجتاح مدنا عراقية، أسواق في بغداد ومستشفى في النجف ومحطة غاز بصرية. ساعة بالستة ونص الفجر، هاي حالها، ها معقوبة المركز، خلف الله عليكم. المراوح اليدوية حاضرة في كل صيف عراقي، ومنصات التواصل الاجتماعي تسخر. أهلا بكم. اندلع حريق جديد في معسكر صقر جنوبي بغداد بعد ساعات من توجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق شامل في الحادثة وتعويض المتضررين. وأوعز عبد المهدي باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات إلى خارج المدن، وأكد أن أي تواجد عسكري أو أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي، ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام. إلى ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن الدفاعات الجوية ستتعامل بشكل فوري مع أي طيران لا يخضع لموافقة رئاسة الوزراء باعتباره طيرانا معاديا. جاء ذلك تعقيبا على توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية وحصر الموافقات به أو من يخوله. وقالت قيادة العمليات إن كافة الموافقات الخاصة بالطيران من استطلاع أو استطلاع مسلح وطائرات مقاتلة ومروحية والطائرات المسيرة لجميع الجهات العراقية وغير العراقية ستلغى. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة الدفاع عن تفاصيل جديدة بشأن الانفجار الذي وقع في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي، مرجحة أن يكون الانفجار مفتعلا للتغطية على اختفاء أسلحة من المخازن. وقالت خلية الخبراء التكتيكية التابعة لوزارة الدفاع في منشور على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك إن حريقا صغيرا اندلع في معمل لصنع الصواريخ المحلية، لكن عناصر الحماية فرت هربا خوفا من وصول النيران للمواد الشديدة الانفجار قربة منه، وهو ما حدث بعد 10 دقائق، حيث وصلت النيران إلى مخزن المواد المتفجرة الداخلة في صناعة الصواريخ وإلى مسقفين كبيرين بينهما مرابل للآليات العسكرية. وزعمت الخلية أن الانفجار كان مفتعلا لتغطية اختفاء الأسلحة بعدما تبادل عناصر وقاد عسكريون الاتهامات بشأن اختفاء 400 بندقية كلاشينكوف حديثة و250 بندقية M16. في السياق ذاته، نشر شركة إسرائيلية للتصوير بالأقمار الصناعية صورة لمعسكر صقر ببغداد بعد انفجار للمخزن أو لانفجار مخزن للعتاد فيه. وقالت شركة أميغا انترناشونال الإسرائيلية إن خصائص الضرر التي تم تحديدها في الصور تظهر أنه من المحتمل أن يكون الانفجار الذي وقع في المعسكر قد نجم عن غارة جوية عقبتها انفجارات ثانوية للمتفجرات المخزنة في المخزن. هذا وطالب رئيس دولة القانون نور المالكي بالكشف عن الجهات التي تقوم بخزن الأسلحة والتحقيق في الحريق
الذي حدث في معسكر صقر لمعرفة إذ كان مفتعلا بهدف تخريبي أو ناجم عن طبيعة عمليات التخزين ونوعية السلاح والظروف المحيطة. المالكي وفي تغريدة له دعا لإنهاء اللغط السياسي ومحاسبة الفاعلين في حال ثبوت تورط أي جهات بالحوادث التي وقعت في مخازن الأسلحة، مؤكدا أن تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح التابعة للحشد أو القوات الأمنية يتطلب تدخلا حكوميا حازما، فيما شدد على ضرورة حسم الجدل في أسباب هذه الحوادث. للمتابعة أكثر سيكون معنا مباشرة من بغداد الدكتور عباس الجبوري، رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور عباس. إذن حريق جديد يندلع في معسكر صقر بعد ساعات من توجيه السيد رئيس الوزراء بكشف ملابسات الحريق الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناتكم. أهلا وكل بك. عام وأنتم والشعب العراقي بألف خير مناسبة عيد الأضحى المبارك. شكرا لك. حقيقة يعني موضوع الانفجارات التي تحصل في المعسكرات والعتاد الذي ينفلق في كل مرة، حقيقة هذا يؤشر أنه هناك إهمال في خزن هذا العتاد. وتدركين سيدتي أن خزن العتاد يجب أن يكون ضمن يعني ضمن آليات معينة وطريقة خزين وخبراء يشرفون عليه، لا يمكن أن تخزن هذه الأسلحة بشكل عشوائي. أعتقد اليوم اللجنة لحد الآن لم تكتشف من الفاعل، شكلت لجنة سيكون لها مدى أسبوع، خلال هذا الأسبوع سوف تكشف ملابسات هذا الحادث. إن كان مفتعل، إن كان هناك جهات ساهمت فيه، إن كانت هناك أيضا جهات دولية كما أشيع وكما صدرت تقارير بأن هناك طائرات. إذن اللجنة اليوم المشتركة هي سوف تقوم بكشف كل هذه الملابسات، ولكن على أي حال وجود هذه المعسكرات في المدن حقيقة أخذ يشكل خطر على السكان، على السلم المجتمعي، على الناس الآمنين. يفترض أن تكون هذه المخازن بعيدة عن المدن وتكون في أماكن خاصة بخزن الأسلحة. طيب وبإشراف دكتور عباس، يعني نقل المخازن أو المعسكرات إلى خارج المدينة ونتيجتها سيكون كافي لمنع تكرار هذه الحوادث؟ يعني نقل هذه المخازن الخاصة أو المعسكرات بنقلها إلى خارج المدن، هذا سيكون كفيل بأن ربما يمنع من تكرار هذه الحوادث؟ يعني بعد الحريق الأول، بعد ساعات من الأمر بكشف ملابسة هذا الحادث، يعني حصل حريق آخر، يعني هذا يعتبر نوع من التحدي لمن هو من تسبب بالحريق الأول، أو بماذا تصفونه؟ نحن اليوم الخطوة الأولى عندما نذهب بهذا السلاح خارج المدن، أقل تقدير نؤمن أنه هذا العتاد أو السلاح إذا تعرض إلى تفجير أو حريق، سواء كان بفعل فاعل أو نتيجة التماس كهربائي أو نتيجة قصف لإحدى الدول أو لإحدى الطائرات المعادية، يجب أن يكون بعيد. اليوم إحنا أقل تقدير نقدر نأمن أنه هذا السلاح ما راح ينطلق هذه القذائف وتسقط على البيوت مثل ما حدثت وتحصل أيضا كوارث إحنا في غنى عنها. أعتقد اليوم هذا الحريق اللي حصل، الحريق الجديد، هو نتيجة إهمال يجب أن لا يتكرر، لأن حياة الناس مهمة جدا، حياة المجتمع مهمة جدا. يعني الخطوة اللي اتخذها اليوم رئيس الوزراء بتعويض الذين تضرروا من الانفجار الأول، أعتقد خطوة موفقة، لأن ماذا لهؤلاء الناس التي وقعت هذه القاذفات على بيوتهم أو هذه المنفلقات على بيوتهم، ومنهم من تهدم بيته، وأيضا هناك خسار في الجانب البشري، يعني شهيد وأكثر من جريح. كل هذا اليوم عندما ننقل هذه الأسلحة وهذه المخازن خارج المدن سوف نوفر أقل تقدير الأمن والأمان. نعم. لأن لا يجوز وضعها في هذه المدن، لأنها اليوم تشكل
خطر على السكان المتواجدين في هذه المعسكرات. هذه الخطوة يعني تقليل من مخاطر هذه الحوادث. طيب دكتور عباس، توقيتات هذه الحوادث يعني في محافظات العراق وفي أكثر من مكان وتكرارها من فترة لأخرى، ما هو سبب بالتحديد فيما يخص هذه الفترة توقيتات هذه الحوادث أو الخروقات التي تحصل في العراق؟ بماذا تصف أو بحسب المعطيات حتى الآن بماذا يمكن اعتبار هذه التكرارات للخروقات والحوادث؟ حقيقة اليوم احنا اذا نريد نشاهد انه كيف كانت هذه الخروقات، بدأت في امرلي وقبلها في مدن اخرى واليوم في معسكر الصقر وغيرها. اليوم حقيقة انت كما تعرفين سيدتي الوضع في العراق لا زال وضع مرتبك. نحن دائما ندعو الاجهزة الامنية وقوات الجيش والقائد العام للقوات المسلحة ان تكون هناك رؤية واضحة لخاصة لهذه المعسكرات. نحن اليوم في منطقة صراع. أعتقد اليوم القرار اللي اتخذ في مجلس الوزراء وربط كافة موافقات الطيران بالسيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سوف تكشف لنا في الأيام عن الجهات التي تحاول دائما التسبب في مثل هذه الأمور. يعني كثير من الآراء ذهبت إلى أنه هناك طائرات، وشاهدت أنا بعض الأخبار وبعض التغريدات لكثير من السياسيين لكثير من المواقع أن هناك طائرات ألقت بحممها بشكل مباشر على المعسكر. احنا اليوم لما وضعنا هذه الآلية وآلية عدم حصر الموافقات بيد القائد العام سوف نفوت الفرصة على كل الأجواء أو الأشخاص أو الجهات التي تصطاد في الماء العكر. يعني اليوم حياة المواطن مهمة جدا، علينا اليوم جميعا دكتور عباس يعني أنت مع هذه الأقداس حتى تنطلق لتقتل الأطفال والنساء والعوائل الآمنة. يعني أنت مع هذه الخطوة وهذه التوجيهات من قبل السيد رئيس الوزراء بإلغاء كافة الموافقات، يعني أنها خطوة إيجابية بحسب المعطيات وبحسب ما يعاني منه العراق في هذه الفترة من خروقات، يعني سواء كانت في الطيران وحتى في بعض ربما المواقع التي تتعرض للقصف؟ نعم نعم، أعتقد اليوم أي خطوة من شأنها إعادة سيادة العراق. يعني اليوم عندما يتخذ قرار وتربط جميع حركة الطيران بالقائد العام للقوات المسلحة أو من يقوله، نستطيع أن نقول أنه اليوم السيادة تحتاج إلى أسس. أحدى أسس هذه السيادة أن نفرض سيادتنا على بلدنا ونمتلك اليوم زمام المبادرة، وأن لا ندع هذه الأطراف أو تلك الأطراف تتلاعب بهذه المعسكرات ومن ثم نبقى في دائرة صراع. هل هي طائرات؟ هل بفعل فاعل؟ هل الغرض منا تشويش على الواقع الأمني داخل العراق؟ هذه الخطوات حقيقة اليوم هي تفويت الفرصة على كل الذين يحاولون العبث اليوم بأمن العراق. أنت تدركين سيدتي أن أمن العراق تم إعادته بتضحيات كبيرة من قبل أبناء الشعب العراقي في كل مفاصلهم. نعم. وأعطوا تضحيات جسيمة. واضح. هذه التضحيات هي من إعادة للعراق مكانته الحقيقية والطبيعية، واليوم علينا جميعا أن نحافظ على هذه التضحيات وعلى الدماء الزكية التي أريقت من أجل عودة العراق إلى مكانه الطبيعي. إذن الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. اجتاحت سلسلة من الحرائق عددا من المدن والمناطق العراقية بشكل متزامن، حيث أفاد مصدر في الشرطة باندلاع حريق بعدد من المحلات التجارية في سوق 4000 في منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد. وقال المصدر إن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق لإخمازه، في حين أدى الحريق إلى خسائر مادية كبيرة فيما لم يسجل أي أضرار بشرية. ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حوادث الحرائق في محافظات عدة، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقين كبيرين نشبا بمناطق مختلفة من محافظتي ديالى وواسط. وبحسب مراسلنا فإن حريقا هائلا
نشب بمخازن الأدوية داخل مستشفى الخالص في ديالى، مبينا أن النتائج الأولية للحريق ما زالت غير معلومة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماز حريق آخر اندلع في أحد المخازن الكبيرة للعلف الحيواني والسماد الكيميائي في منطقة الكرضية بمحافظة واسط. في النجف نشب حريق كبير في عدد من الكرفانات التابعة إلى دائرة الضمان الصحي لوزارة الداخلية مجاور مستشفى الحياة، مما استدعى نحو 10 فرق إطفاء للتوجه إلى موقع الحريق. وحصلت قناة الفلوجة على مقطع فيديو تظهر ألسنة النيران وهي تلتهم المخازن والمناطق المحيطة بها، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق وإبعاد ألسنة النيران عن خزين النفط الخاص بمولدة المستشفى. ألسنة اللهب وصلت البصرة، حيث أكدت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب إعادة جميع المحطات للعمل بوقت استثنائي في المحافظة بعد الحريق الذي أصاب خطوط الأنابيب. وذكرت الشركة في بيان أن ملاكاتها الهندسية والفنية تمكنت من إعادة المحطات للعمل وبطاقة إنتاجية بلغت 4001 ميجاوات في البصرة، وذلك بعد توقف بعضها جراء عارض فني في المنظومة الوطنية. بدورها أكدت قيادة عملية البصرة أن حادث اختراق خطوط الأنابيب الناقلة إلى محطة كهرباء الهارثة كان نتيجة خطأ فني، مبينة أنه لم يعطي أي نتائج عكسية على توليد الطاقة. بدورهم أكد مواطنون بصريون أن تسرب الغاز من إنبوب محطة الهارثة مستمر منذ أكثر من أسبوع، مع إغفال الجهات المختصة لخطره الذي يهددهم ويهدد عوائلهم. وقال مواطنون يسكنون قرب المحطة أنهم ناشدوا مرارا الجهات المختصة لإصلاح تسرب الغاز من الإنبوب الواصل للمحطة، لكن تلك الكوادر لم تقم بإصلاحه ومعالجته بشكل كامل على مدى أشهر، محملين الحكومة مسؤولية الحادث الذي هدد حياتهم وحياة عوائلهم. أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين آل هنين استمرار محطة الهارثة بتوزيع الكهرباء بشكل مستقر نافيا وجود أي ضرر بالمحطة جراء الحريق الذي اندلع بإنبوب الغاز يوم أمس. وقال الهنين في بيان أن حادث الحريق كان في إنبوب الغاز القريب من المحطة وليس بداخلها، مؤكدا أن المحطة سليمة تماما وقد تم إخماد الحريق خلال ساعة ونصف الساعة، وبدأت الكوادر بتصليح الخلل لإعادة العمل في الإنبوب. هذا وأكد الهنين أن الطاقة المجهزة بمعدل يزيد عن 18500 ميجاوات وهي في تصاعد مستمر. إلى الأنبار وتحديدا إلى مدينة الرمادية التي يؤكد سكانها إنها تشهد انقطاعا وضعفا مستمرا في الكهرباء الوطنية. وناشد مواطنون الجهات المعنية بربط كهرباء المحافظة على محطات توليد سد حديثة بشكل مباشر، مؤكدين أن الأنبار أولى بكهرباء السد الذي تذهب طاقته إلى العاصمة بغداد ليعاد توزيعها ومنح المحافظة ساعات قليلة من التجهيز. كما اشتكى المواطنون من ارتفاع سعر المولدات الأهلية في المدينة. تجهيز الكهرباء يقولون 4 باثنين، بس هي ما وصلت 3 باثنين، همات ولا وصلت 2 باثنين. تجهيز كلش ضعيف، كهرباء قاعد تجي ضعيفة، السبب ما نعرفه من مصدر من بغداد. احنا لان احنا مدينة الرمادي تجينا الكهرباء من بغداد، ومع العلم عندنا سد حديثة يقدر يغطي المحافظة ويغطي المحافظات البقية، بس سد حديثة مغطي بعض من المناطق او الأقضية الغربية ويصدر لبغداد، او بغداد يعيد لنا من الراجع مال حديثه او من الزايد مالته يعيد لنا للرمادي والفلوجه مناطق الرمادي. فنطالب الحكومه بان يخلون سد حديثه يغطي محافظه الانبار، بعدها يغطي المناطق الجنوبيه والمحافظات الجنوبيه. الكهرباء قاعد تجي، كهرباء ضعيفه ولا شكل عدا الثلاجه مبرده، ايه شغل السبالت ماكو، وشافت انها الحر، وشوفت عيونكم احنا وين واقفين هسه انا بالحر، ووطنيه خلاص يعني زفت زفت زفت، ما تفيد الله فايده، ويا ريت هم يقطعونها عنها فرد لا يحملون بها مانيه.
يستمر انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق محافظة ديالى لساعات طويلة مع ارتفاع موجة الحر رغم استيراد التيار الكهربائي من دول الجوار. وإن وجدت فتكون الفولتية قليلة لا تعمل بها الأجهزة الكهربائية. نتابع المزيد من التفاصيل مع عمر العبيدي. ساعة بالستة ونص الفجر هاي حاضة ها الله معقوبة المركز خلف الله عليكم خوش عيد. ما تزال المراوح اليدوية أو ما يعرف شعبيا بالمهفات حاضرة في كل صيف عراقي، فبعد أن تداول ناشطون مقطعا يظهر معاناة سكان ديالى مع انقطاع التيار الكهربائي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة من السخرية، حتى ذهب البعض منهم إلى وصف الانقطاعات الكهربائية بخيط الحفافة. عندنا الكهرباء مثل خيط الحفافة رايح رادة، من تنقطع الحفافة تضحك تقول ها رجلك ايش قد يحبك، حكومتنا ايش قد تحبنا من تقطعها 8 ساعات. يعني إلى متى أفقر الدول اللي ما عندها الصناعات وما عندها كل شيء، جيبوتو أثيوبيا وما أعرف إيش كلها عندها كهرباء، ليش إحنا ما عندنا؟ تقدر مبالغ استيراد التيار الكهربائي لديالى وحدها أكثر من نصف مليار دولار سنويا، وقد يكون الرقم الحقيقي أكثر بكثير، فيما ما تزال المحافظة تشهد انخفاضا للتيار المستورد من دول الجوار وانقطاعات لساعات طويلة. استيراد والله هي مو جريمة هاي كبرى، أنا سلك الكهرباء وأنا عندي كل مقومات البناء المحطات الكهربائية، يعني 16 سنة نقدر نهيئ لنا محطات تكفي البلد مالنا، هاي العالم كله متجاربهم واسعة موجودة ما نقدر نتأثر بها، ما نقدر نسوي مثلهم، يعني ليش يعني حقيقة يعني ما عندنا رجال دولة. شيدت في السنوات السابقة محطة المنصورية الغازية تنتج ما يقارب 700 ميجاوات، لكن في الواقع ديالى لا تستفيد منها إطلاقا كون الإنتاج يذهب للعاصمة بغداد، بينما تقف الإدارة المحلية عاجزة عن اتخاذ أي قرار، الأمر الذي أغضب السكان وطالبوا بربط المحطة لديالى أو نقلها إلى العاصمة أو محافظة أخرى. أهل ديالى أحق من بغداد به لأن بأرضهم، عاد على الأقل تقدير خلي ينطون نص ويخلون نص البغداد، مو أن طاقة مال المنصورية كلها تذهب إلى بغداد، هذا رأيي يعني بالموضوع، لكن أنا أعتب على الدولة اللي أنشأت محطة تقدر تنشأ محطة وثانية وثالثة. مليارات تهدر باسم تطوير المنظومة الكهربائية ومحطات تبنى والنتيجة انقطاع مستمر مع كل موجة حارة تواجه العراق. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. أكد وزير الداخلية ياسين الياسري أن الجثث التي أثير حولها الحديث خلال الأيام الماضية تعود إلى جرائم جنائية وإرهابية وقعت في عدد من مناطق بابل وليس في جرف الصخر تحديدا. وأكد الياسري وجود جدول معد مسبقا لإعادة النازحين إلى مناطقهم في بابل وهو يسير بشكل طبيعي. الجثث اللي تم العثور عليها وأثير حولها لغط كبير، إنه هذه الجثث حقيقة هي كانت جثث نتيجة جرائم جنائية وجرائم إرهابية وجرائم اعتيادية، وفي أغلب المحافظة وفي أغلب أقضية ونواحي المحافظة يعني ما معنية بمركز قضاء أو مركز ناحية أو شمال بابل، وإنما في مثلا بالشومالي، شومالي بعيد جدا عن شمال بغداد، وهكذا عن شمال عفواً شمال بابل. حقيقة هناك طبعا جدول مبرمج لإعادة النازحين في هذه المحافظة بالتنسيق مع محافظة بابل ومجلس محافظة بابل، والأمور تمشي طبيعية. من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب أن رفض بلدية الحلة في محافظة بابل بدفن جثامين لأشخاص مجهولي الهوية تعد مخالفة قانونية ودينية وعرفية. قانون الصحة العامة أوجب عليها أن تدفن،
حتى الإعدام ما أقول اللي بش اسمه سجن أبو غريب بعد أن ينفذون إعدام من ما يجون أهله أو ما يجون تتولد بلدية ده. وهذا حكم أن البلدية تدفن مجهول الأهل أو ما, أو ما يطالب به مو جديد من العشرينات عندنا. ماكو بنشاطات المنظمات غير الحكومية مسألة دفن الموتى. شلون طوها لهذه المنظمة؟ شلون أخذت هذه المنظمة؟ فمسألة تحيطها يعني الالتباس القانوني قبل أي شيء. يا بعد هول الصور راح يندفنون اللي عنده قرايب عرف رجعا ترى راح صارهم سنين يقول 4 سنين ويا 4 سنين شهر ترى راح هاي الصور اللي أهله اللي يعرفوا أهله خلي يشرفونه يتفرضون. كشفت الأمم المتحدة عن خسارة العراق أكثر من 36 مليار دولار خلال السنوات الستة الماضية. وذكرت منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة أن عام 2014 كان الأكبر في الخسارة حيث فقد العراق نحو 10 مليار دولار. وقالت إن الاقتصاد العراقي تراجع بشكل حاد طوال السنوات الماضية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب في المنطقة. نعت حكومة الأنبار المحلها الراحل الشيخ راجع بركات العيساوي الذي عرف بمواقفه الوطنية والذي كان يحمل هموم أهله ويسعى لخدمتهم. وقال عضو مجلس المحافظة طه عبد الغني أن العراق فقد نجما كان يسطع في سمائه مؤكدا أن الفقيد كان يقارع الإرهاب وله مواقف بطولية يدافع عن وحدة البلاد وأرضها. بدوره أكد النائب فالح العيساوي أن الراحل كان معروفا بمواقفه الطيبة تجاه النازحين وجاهد من موقعه السياسي في سبيل تحرير الأراضي. باسمي شخصيا ونيابة عن حكومة الأنبار المحلية مجلس المحافظة نعزي العراق عموما والأنبار ونعزي أهلنا من عشيرة وقبيلة البعيسة ونعزي أنفسنا كمجلس محافظة بسقوط نجم لامع من سماء العراق وسماء الأنبار. هذا الرجل البطل المغوار الذي تشهد له ساحات الوغى ابتداء من مقارعة الإرهاب وانتهاء بمواقفه البطولية في يعني في الدفاع عن اللحمة الوطنية والدفاع عن وحدة العراق والدفاع عن وحدة الأنبار. أعزي نفسي وقبيلة البعيسة جميعا وأبناء محافظة الأنبار على هذا المصاب الجلل، وبنفس الوقت أشكر كل من جاء لهذه الفاتحة من أجل العزاء من كل عشائرنا الموجودة في الفرات الأوسط ومن جنوب العراق من العاصمة بغداد من شمالنا الحبيب وكذلك كل أبناء وعشائر محافظة الأنبار التي أدت واجب العزاء على المرحوم الشيخ راجع البركات العيفان. طبعا سيرة هذا الرجل معروفة لدى الجميع وكان عضو مجلس محافظة الأنبار وكان له مواقف طيبة تجاه النازحين ومواقف طيبة تجاه تحرير هذه المناطق وكان له أيضا مواقف طيبة وواضحة حول موضوع المختطفين والمغيبين وكان له صوت واضح بهذا الملف ولم يخشى أحد. بدوره قال رئيس قبائل آل عيسى الشيخ الدكتور عبود وحيد آل عبود أن الراحل راجع بركات العيساوي كان يخدم العمل الوطني ومتواصل مع المجتمع العراقي وينشر رسالته الوطنية. ببالغ الحزن والألم تلقينا نبأ وفاة أخينا العزيز الشيخ راجع ابن شيخ بركات آل سعدون العيساوي. حقيقة الأخ راجع من الشباب المثقف شباب الواعي الذي خدم العمل الوطني باعتباره كان عضو مجلس محافظة وكان من الموظفين الكبار في وزارة المالية والرجل متواصل مع مجتمع محافظة الأنبار متواصل مع كل مجتمع العراق ضمن رسالته الوطنية اللي يستند على جذره الوطني من عائلته ومن قبيلته
لذلك شهد الله ما حز في نفوسنا الألم والحزن الشديد لفقدان هذا الشاب، هذا الابن، ابن قبائل آل عيسى وقبائل آل بوعيسى بالعراق. من جانبه نعت عشائر محافظة كربلاء الفقيد الراحل راجع بركات العيسى مؤكدة أنه كان حاضرا في جميع المحافل العشائرية في العراق. نحن عشائر محافظة كربلاء أجينا نعزي الفقيد الراحل راجع ونكون من المعزين باسمي وباسم عشائر بني حسن الثراون ونيابة عن الأمير حسين بن علاء محمد، ونعزي الرجل صاحب الخلفية من بيت أبو عيفان اللي له وجود بكل المحافل العشائرية والإصلاح ذات البين وإصلاح العشائر ما بينهم، ورجل كان له أهمية بالمجتمع العراقي بصورة عامة وليس أنه بس لأبو عيسى، رجل له تواجد بكل العشائر جنوبا وشمالا وسط بكل المحافل العشائرية موجود، وله كان دور فعال ودور كبير بالعشائر. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وتتابعونا فيها أيضا. مطبات صناعية في طرق الموصل وشوارعها تزيد من معاناة السكان وتهدد الأرواح. تشهد مدينة الموصل ارتفاعا ملحوظا في حوادث المرور بسبب عدم معالجة الحفر والمطبات المنتشرة في أغلب شوارع المدينة وعدم السيطرة على الزخم المروري في التقاطعات الرئيسية، إضافة إلى قيادة المراهقين للسيارات بشكل كبير. وعزى ناشطون مصليون خصوصا بعد تداول صور ومقاطع فيديو لحوادث مختلفة أدت إلى تلك الحوادث وإلى غياب أو عزت أسباب تلك الحوادث إلى غياب دور هندسة المرور وإهمال بلدية الموصل للحفر في شوارع المدينة، إضافة إلى إنشاء العديد من المطبات الإسمنتية في شوارع مختلفة دون أي تخطيط مسبق لفوائدها وعواقبها. إضافة إلى التكسرات والحفر وتشوه الطرق والشوارع في مدينة الموصل، أنشأت بلدية المدينة مطبات صناعية غاية في الغرابة لتتحول هي الأخرى إلى عنصر معاناة إضافي يزيد من حوادث المرور ويهدد كذلك أرواح المواطنين. على عكس الدول المتطورة بل وحتى النامية التي خرجت مؤخرا من حروب وأزمات، ابتكرت مديرية بلدية الموصل طريقة متطورة لتنظيم حركة السير والمرور في شوارع المدينة، أكدت أهميتها في التقليل من الحوادث والزخم على الطرقات السريعة. مطبات من الحديد والكونكريت بأشكال هندسية مختلفة تحولت إلى مصدر رعب لأهالي الموصل. لا بها دلالة، لا أضوية، لا مثل الفسفوري يتخلى، وصار أكثر من حادث، يعني من المنصة صار حادث البارحة بالضبط، انقلبت سيارة من وراء الطسة، لأنه طسة مسافة 50 متر طسة اللخ. ترتفع عن الأرض بنحو 10 سنتيمترات وطولها يقارب المترين، ولا تحيط بها أي لوحات دلالة أو ما يشير إلى وجودها، وكأنها عنصر مباغت يفاجئ كل من يحاول قيادة سيارته بسرعة. مطبات منتشرة في الطرق الرئيسية لا سيما الدولية منها تحولت من أداة للحفاظ على أرواح المواطنين إلى وسيلة لإزهاق الأرواح. ما مصبوغة، ما مخلي علامة المرور، اما البلديه اشاره بالبلديه خليها واحد يحس انه قدامه مطبه، يحس الشوارع ما يحتاج احنا مطبات، شوارع منتهيه، شوارع كلها مكسرات، يجي عوف الشارع يصبغ للرصيف والشوارع كلها منتهيه يا اخوي. بعيدا عن اي تخطيط هندسي وبلا اي دراسه جدوى،
أنشأت بلدية الموصل عشرات المطبات ذات الشكل النادر والغاية المجهولة في مختلف شوارع المدينة بوقت قياسي على عكس مشاريع صيانة وإكساء الشوارع والطرقات التي تستغرق شهورا طويلة وتهمل قبل إكمالها. فبدأ في مدينة الموصل عصر المشاريع التي تزيد من معاناة المواطنين وتهدد حياتهم، كهذه العائلة التي واجهت الموت المحقق بفضل ابتكارات بلدية الموصل. في أخبارنا العربية والدولية، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية المحتجزة على الرغم من طلب أمريكي سابق بمصادرتها، وأعلن ذلك المحامي جوزيف تراي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي كان يفترض أن تتخذ قرارا بشأن تمديد احتجاز ناقلة النفط غريس 1 الذي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا والسماح لها بالإبحار. وفي أول تعليق إيراني قال سفير طهران في لندن إن أمريكا بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة لكنها لقيت هزيمة نكراء. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة بسوريا، مؤكدا على ضرورة إخراج تنظيم البككة الإرهابي من شرق الفرات. وعدنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلا وأن يخرج تنظيم PKK الإرهابي من المنطقة. أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولا، لقد لجأوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا بوعودهم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن اتفاق واشنطن مع تركيا لإقامة منطقة آمنة في شمال غرب سوريا سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، وذكرت الوزارة أن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق ستبدأ في وقت قريب، وأضافت أنها ترجع إلى الوقت الحالي للخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائها العسكريين الأتراك ووفقا لشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن، فأن السلطات ستستخدم مركز التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة شمال سوريا. حذرت منظمات حقوقية من أن النظام السوري ما زال يشكل تهديدا عنيفا بربريا على حياة اللاجئين في حال قرروا العودة إلى بلادهم، حيث وثقت اختفاء 638 لاجئا ومقتل 15 لاجئا. وبحسب المنظمات فإن ملايين السوريون اضطروا للنزوح داخليا وخارجيا بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان على يد النظام والتنظيمات المتحالفة معه والقوات الروسية وكذلك قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وفصائل في المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي، إلا أن ممارسات النظام هي المتسبب الأكبر في تهجير السوريين. ورصدت المنظمات ما لا يقل عن 116,000 حالة من الاعتقال على يد النظام السوري للاجئين العائدين، بينها 219 طفلا و 157 سيدة. أعلنت باكستان أن 3 من جنودها و5 جنود هنود قتلوا في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين في واحد من أدمى الاشتباكات بين الجيشين هذا العام. وقال المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية آصف غفور
إن القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة، وأعلنت باكستان يوم حزن تزامنا مع احتفالات يوم الاستقلال في الهند، وذلك احتجاجا على قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص للجزء الذي تحكمه من منطقة كشمير المتنازع عليها. وتسبب قرار الهند هذا الشهر إلى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على حركة سكان كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في إثارة الغضب في باكستان التي قطعت روابط التجارة والنقل وطردت السفير الهندي. إذن مشاهدينا الكرام، ختام هذه النشرة نذكركم بأهم عناوينها. حريق جديد في معسكر الصقر بعد ساعات من توجيه رئيس الوزراء بكشف ملابسات الحريق الأول. رئيس الوزراء يلغي موافقات الطيران الخاصة، والعمليات المشتركة تهدد من لا يخضع سيعتبر معاديا. سلسلة حرائق تجتاح مدنا عراقية، أسواق في بغداد ومستشفى في النجف ومحطة غاز بصرية. بالستة ونص الفجر هاي حاضر ها بعقوبة المركز خلف الله عليكم. المراوح اليدوية حاضرة في كل صيف عراقي، ومنصات التواصل الاجتماعي تسخر. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة مواقعنا على التواصل الاجتماعي الفيسبوك يوتيوب تويتر، وكذلك على الويب سايت الفلوجة.تي. نشكر لكم دائما كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.